أجدادي أجدادي الغاليين وحشوني، لما قريت عنهم عجبوني وبقوا صحابي جوا كتابي، وبقوا صحابي جوا كتابي. نفسي أشوفهم يوم بعيوني، نفسي أشوفهم أعمل إيه. خدت الكاميرا والتسجيل وتاريخ مصر معايا دليل، خدت الكاميرا والتسجيل وتاريخ مصر معايا دليل، وحسافر في الزمن الماضي واجحكلكم بالتفصيل. وتسافر في الماضي ازاي؟ بالاوتوبيس ولا ترماي؟ اوتوبيس ايه؟ ترماي ايه؟ اوتوبيس ايه؟ ترماي ايه؟ ده انا عندي البنورة يا بيه. بنورة النورة المصفورة، افتحها واشوف اثرات ومعالم مشهورة عمرها بالوف. اتصور جنبها كم صورة والاخر اقول الفصورة، اتصور جنبها كم صورة والاخر اقول الفصورة زي المألوف. الهبرة كدبرة، الهبرة كدبرة، الهبرة كدبرة، الهبرة كدبرة. كلمة سر تدوس على الزر، كلمة سر تدوس على الزر، مرة تقر ومرة تفر، مرة تقر ومرة تفر. واللي هيحصل لو ننساها طبعا معروف. أسجل اللي أشوفه وقابل جد وخوفه وجد وعمر لما نزل في اسكندرية. منفي وطيبة أرض الطيبة، منفي وطيبة أرض الطيبة، إحنا ولادها وهي حبيبة. طلع على سينا وانطارد جيش الهكسوس، واتشرف بمقابلة مينا في سراي مينا في أبيدوس. ناخد مع بعض وندي والدور بينا مناقشات، وامضي على ورقة بردي في سجل التشريفات، وكمان عالسكة حمر على قصر شجرة الدر، على قصر شجرة الدر. الهبرة كدبرة، الهبرة كدبرة، الهبرة كدبرة، الهبرة كدبرة. كلمة سر تدوس على الزر، كلمة سر تدوس على الزر، مرة تقر ومرة تفر، مرة تقر ومرة تفر. واللي هيحصل لو ننساها طبعا معروف. ترفع الطقطاوي، يا سلام يا سلام، سلام يا سلام، يا سلام يا سلام، وصلاح الدين الأيوبي، نضرب له سلام، نضرب له سلام، نضرب له سلام، وجمال الدين الأفغاني. كانت أيام جدودنا كانت
وفيتوها هترجعوها للناس منارة. اجهدكم انتم يا ولاد راح يرجع مجد الابداد، راح يرجع مجد الابداد. سمعتوا آخر خبر يا مشايخ؟ إيه هو؟ الخليفة منع صلاة التراويح. اوعى تكون بتمزح يا شيخ عثمان. وهل أمور الدين يكون فيها مزاح؟ ومستغربين الخبر ليه؟ مش هو ده برضو الخليفة اللي أمر بعدم قطف العنب من الكروم؟ نعم نعم، وأرق 5000 جرة من العسل في البحر لكي لا يصنع منها النبيذ. مش بس كده، ده بعد ما أمر بقتل الكلاب عدا ومنع قتلها. والله البلد نكبت بهؤلاء يا إخواني. شيخ عثمان، شيخ عثمان، الحيطان لها ودان. بتقولوا إيه؟ واحدة ست في شوارع القاهرة؟ أيوة أيوة أيوة، واحدة ست، واحدة ست فعلا حرمة بحق حقيقي في شوارع القاهرة في عز النهار. شفناها بعنينا. لا وإيه؟ لابسة ملابس غريبة وعجيبة. والأعجب من كده إن اللي معاها كان لابس أعجب منها. أعجب منها؟ اللي معاها أعجب منها؟ أنتوا عارفين ده معنى إيه؟ معنى السجن، السجن لينا، السجن أو الإعدام، الإعدام يا ناس. ربنا يستر. شفتوها بعينيكم؟ أيوة أيوة أيوة. طيب ما قبضتوش عليها ليه هي والراجل اللي معاها؟ معنا كنا هنعمل كده بس بقى هم هربوا مننا. فالح فالح قوي شاطر. استن استن، امر مولاي يا صاحب الشرطه. والله الامر مولاك صاحب الشرطه، امر عالي. تفتش القاهره شبر شبر وزقاء زقاء وتقبض على الراجل والست دي مع فورا. واحده ست في شوارع القاهره؟ هي ايه الحكايه يا استاذ؟ الناس كلها عماله تبص لي وفي حاله زهر كده ليه؟ اه طبعا طبعا يا عزه، لانك حاله فريده من نوعها في القاهره بل في مصر كلها. حاله فريده ازاي يعني؟ يا ستي انت الست الوحيده اللي في بره مصر اللي ماشيه في الشارع. ليه بقى، هو ممنوع ولا ايه؟ ايوه ممنوع يا عزه، ممنوع منعا باتا بامر الخليفه شخصيا ظهور النساء في الطريق العام لا بالليل ولا بالنهار. طب وليه كده بقى؟ هو كده هو كده، ما تسأليش من غير ليه، دي أوامر الخليفة ولازم تنفذ فورا، وإلا وإلا إيه؟ الست اللي تخالف الأوامر وتمشي في الشارع زي عملتك كده عقوبتها الإعدام. كده هو الإعدام مرة واحدة. وإحنا يهمنا يا عزة البركة في زرار الإنقاذ و والكدبرة. قولي يا أستاذ، إحنا في عهد مين دلوقتي بقى؟ إحنا حالياً في عهد الخليفة اللي حكم مصر من سنة 996 لحد ما اختفى سنة 1021. اختفى؟ آه اختفى اختفى، سابوه نايم وبعدين راحوا يصحوه وما لقوهوش. بيقولوا إن أخته ست الملك هي اللي دبرت لقتله. هم بيقولوا كده انما ما اكدوش. ايه مالي؟ مفيش مطعم هنا يا استاذ، عايز اكل قبل ما يعدموني. تعالي نشوف اي حته. تعالي اهو. لقيتوا البنت اللي ماشيه في الشارع؟ لا يا مولات ست الملك، ما لقيناهاش، دخنا عليها السبع دخات. ايه السبع دخات؟ ايوه مولاتي، ما لقيناهاش خالص. والراجل اللي معاها؟ ها؟ الراجل اللي معاها ولا الراجل اللي معاها؟ الخليفة ما خدش خبر بالحكاية دي، وأنا مضطرة إني أبلغه. أرجوك يا مولاتي أرجوك بلاش تبلغ الخليفة،
أنا هفعل كل ما في جهدي عشان ألاقيهم. اديني فرصة وفرصة أخيرة. هديك فرصة لحد المغرب. الحاضر يعلن الغايب، فيه ست غريبة وراجل غريب في البلد، اللي هيقبض عليهم له مكافأة 1000 دينار. يا أهل البلد يا أهل البلد يا أهل البلد يا أهل البلد. جعانه جعانه. هتاكلي يا ستي هتاكلي. فضلت ماسكه صباعي لحد ما اتجزع. اصل جعانه قوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اي خدمه؟ شوف اطلب بسرعه بقى بسرعه. ايه؟ نفسي في الملوخيه. ملوخيه؟ سمعك تقيل. محدش جاب سيره الملوخيه. بتقول لك باميه. باميه مش شامبينيون. مش شامبينيون؟ انت مش عايزه شامبينيون؟ هو ايه اللي حصل؟ شامبينيون ايه يا استاذ؟ انا عايزه ملوخيه. بتقولي ايه بس يا حبيبي؟ دي الملوخيه دي ملوخيه 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 ايه؟ رخص. ممنوع اكل ملوخيه بامر الحاكم. سلام. ممنوع حد ياكلها وحد ينطق اسمها، والا هيتحكم عليه بالاعدام طبخا. بلاش الاعدام طبخا. آه. هات لنا باميه، هات لنا خبزه، اي حاجه بس بسرعه جعانه. ايه الحاجات الغريبه دي يا استاذ؟ هو نفسه اغرب حاكم جه مصر. بعض المؤرخين بيصفوه بيقولوا ده عامل زي دكتور جيكل ومستر هايد. تعرفيه؟ طبعا. آه. الشخص اللي بيقولوا عليه ساعات يبقى طيب قوي وساعات يبقى شرير قوي. اه. ناس يعذب يتهموه بالجنون وناس توصفه بالحكمه. انا قريت انه حارب الروم. اه حارب الروم وانتصر عليهم انتصارات باهره، وفي عهده كان لمصر اكبر شأن في الدنيا كلها. اشياء متناقضه. حاجات غريبه. حالم 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 حالم. انا عارف انا اهو. ايه ده ايه ده؟ باميه باين عليها مسبكه وزي الفل وجواها لحوم لحوم. الله. عارفه يا عزه، انا ليا واحد صاحبي صديقي قوي بيعمل باميه ما فيش كده، ولذلك من كتر ما بيعمل باميه حلو سميناه المعلم باميه. وهو من اسمعني. عليكم هقبضوا عليهم. الله. مكافئه يا صاحب الشرطه الالف دينار. انا اللي ارشدت عنه. ايوه ايوه ليك 1000 دينار على القصر، بس بعد ما اعدم ده واعدم دي. استاذ دي بينها فيها اعدام بجد يا استاذ. زرار الانقاذ يا عزه. اه. الله. ايه الريموت كنترول فين؟ ما كان معاكي. كنت حطاها على الترابيزه. كان انا لقيت الشيء الغريب ده معاهم. ايه ده؟ وخدته منه؟ ايه الشيء الغريب ده؟ ادهولي نوبك ثواب. ثواب؟ خلفت أوامرك وخرجت للشارع يا مولاي. هي دي اللي خرجت للشارع؟ وخلفت أوامرك يا مولاي، أؤمر بإعدامها. مفيش داعي، أنا زي ما أمرت ب
بعدم خروج النساء للشارع هأمر دلوقتي بالسماح لهم بالخروج. ايه ده؟ علشان يتفسحوا. راحت عليك المكافأة يا حدق. انت بتهرج معايا يا مهرج. لا مؤاخذة يا مولاي، اصل الراجل ده شرير جدا، ما هموش اننا نتعدم في سبيل 1000 دينار يقبضهم، لكن ربنا سبحانه وتعالى خيب ظنه. يا رب الاكل بتاعك يشيط كله على النار. انت ظريف. انت مين؟ انا اللي نفسي اقول لك انت مين. شجاع ولا جبان ولا كريم ولا بخيل ولا خاين للعهود ولا عليها امين؟ ساعات تكون ذكي وحكيم وفجأة تبقى شخص غشيم. حكايتك ايه وذنب الخلق وياك ايه؟ كلام الحق قلته لك، سمعني كلامك ايه. مولاي لازم تحكم بإعدامه، ده بيشتمك. يشتمني؟ توتا 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 آلي آلي الحدوتة من ضمن آلاف الحواديت. توتا 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 بكرة معدنا مع أجدادنا هيكون بينا كلام وحديث. والفصورة في البنورة، الفصورة في البنورة، من يوم 1 إلى 30 هنشوفها. والشاطر فيكم الشاطر يعرف كنت بكلم مين 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 مين، وهو ده المطلوب يا ولاد. راح يقابلهم واحد واحد ويدردش معاه.